عبر يا ابو ربحي عبر، ما ظلش واقف على الباب. صحيح اني بيك بس ما بخوفش. العفو يا سيد جبر. اسمه سيد جبر بيك، ولا مش لاقيك البكويه قول له جبر بيك. العفو يا سيد جبر بيك، انت البركه، وانا جيت عند حضرتك بدون حرجايه احتراما لجنابك. يلا تفضل تفضل، كحل عينيك يلا شوف. شو القصة يا ابو ربحي؟ طلبنا منك كوباية يا نسون، بتقولها بقدرش؟ ايه جبر بيه، هو طلب كوباية يا نسون وجبت له كوباية يا نسون، ما قبل ياخذها، قال بده معاها معلقة. هذا عاد شيف، بدك تحرك يا نسون بصبعي؟ حاشاك حاشاك، لا حول الله يا ربي. طب هو بدري وانا بدري، شو حكاية المعالق هاي؟ ولا احكي يا فروجي. وبعدين معك يا ابو ربحي، متعهد لك البيك، كل كاسه بتيجي بترجع معلقتها معها، وبعدين معك. طيب اذا هيك الك احلى كوبايتي يا نسول. سلام عليك. امشي ورايح اجيبها. اركض ركب.